بالنسبة للبطولة الاحترافية للدورة 25 على مستوى المقدمة، الكوكب المراكشي يعود بفوز مهم من خريبكا برباعية نظيفة ليزيد من جراح الخريبكيين. رجاء الأزمة ديال الأولمبيك خريبكا المفاجئة، أزمة خريبكا اللي كتعيش واحد الوضع متأزمة مهددة، كانت منهزمة بهذه الحصة الثقيلة في حق مشكل بالنسبة خصوصا أن فريق عنده إمكانيات وعنده تاريخ. نعم باقي النتائج كانت عادية. نعم نعم فريق أولمبيك خريبكا، الفريق الذي يتعدب في أسفل الترتيب، كان في مواجهة صعبة أمام فريق الكوكب المراكشي. أولمبيك خريبكا اللي نذكر بأنه حقق انتصار مهم الدورة الماضية أمام حسنية أكادير خارج الميدان، وبالتالي كان يطمح في تحقيق نفس النتيجة. الكوكب المراكشي يعني الذي غاب عنه الفوز في 3 مناسبات أخيرة، سيتمكن من زيارة شباك الفريق أولمبيك خريبكا في 4 مناسبات. سفيان البجا الذي كان هداف ديال هذا المباراة سجل الهدف الأول، ثم من نقطة الجزاء سيتمكن من تسجيل الهدف الثاني بعد اسقاط اللاعب يوسف العياطي. سفيان البجاي سيتمكن من تسجيل الهدف الثاني، يعني 3 دقائق قبل النهايه ديال الجوله الاولى. خلال الجوله الثانيه سيتمكن يوسف العياطي اللاعب السابق للمغرب الفاسي من تسجيل الهدف الثالث لفائده فريق الكوكب المراكشي. لاحظوا اكيد انهيار تام لدفاع ديال فريق اولمبيك خريبكا، الفريق الذي لم يقدم ما كان منتظر منه خلال هذا المواجهه، خصوصا انه كان يطمح في تحقيق نتيجه ايجابيه تخرجه من المراتب الاخيره. سفيان البهجا يعود لتسجيل هدف ثالث، سفيان البهجا ليرفع الرصيد ديالو من الاهداف الى 6 اهداف، ونتابع الهدف الرابع لفائده فريق كوكب مراكش. نذكر بان اولمبيك خريبكا على يعني 10 ديال اللاعبين باش لعبات الجوله الثانيه بعد طرد زكريا امزيل. اولمبيك خريبكا اللي عطاتنا لاعبين وعطاتنا اكيد يعني وفرحتنا في العديد من المناسبات العربيه والمحليه، تعيش يعني ازمه حقيقيه، هزيمه ب4-0 تزيد من جراح هذا الفريق كذلك اللي هو من الانديه المرشحه للنزول. نظن بان هذا الفريق راه يعاني هذه السنتين، السنه الماضيه وهذه السنه، الشيء الوحيد اللي تغير في هذا الفريق هو ان كان كيتسير من طرف المكتب الشريفي للفوسفات، الان تغير داز للاشخاص، وكنشوفوا بان حتى خريبكا ما كانتش تغير المدربين ديالها في هذه السنوات الاخيره، رجعت كتغير مدربين وثلاثه في السنه، وهذا كيجعل هذا الانهيار اللي كاين. انا كنشوف وهذا بان يعني انهيار، يعني فريق لعب الميدان ديالو كيطمح في الانتصار، وذكرت بانه هو حقق انتصار مهم الدورة الماضية أمام حسنية أكادير يطمح في انتصار، ولاحظنا أخطاء بالجملة على مستوى الدفاع، على مستوى يعني وسط الميدان، 4-0 بالميدان غير مقبولة. وهذا الشيء غنشوفوه في خريبكا، لأن كاين غادي يبقاو ينتصروا وينهزموا، ذاك لو سيرسو دورغي كيديروها ماتش ما غاديش يقدر يطول. أعتقد الجانب النفسي لو سيرسو دورغي كيكون سيرتو أو نيفو مونتال، يعني كيديروها ماتش مي بوف با ما كتكونش إن كونتينيتي، يعني غير لاعبين كيديروا واحد المجهود، وحنا شفنا يعني الـ4 أهداف اخطاء فرديه في التموضع نتاع اللاعبين، ولكن هذا ما كيمنعش بان الكوكب المراكشي غادي في هذه السنه بواحد المسار جيد مع الاطار الوطني هشام الدميعي، وهذه الاستمراريه نتاع المدرب في الفريق ولا سيما هذا المدرب الشاب اللي بين بان عنده مستوى جيد، والفريق نتاعو كيلعب بطريقه جد ممتازه بلي مويان نتاعو، يعني فريق اللي كيلعب سيرتو بلي كونتر اتاك يعني كيتقنها فريق. كيفاش تقول انه حتى التغيير المدربين، يعني العديد من الانديه كانت ضحيه ديال التغيير التقني، ومن بينها فريق اولمبيك خريبكا. حنا كنا قلنا بان اي كتاخذ لو بروفايل نتاع المدرب اللي غتحتاج، واش ان اونترينور كي فا فورمي، ولا ان اونترينور كي فا ديفلوبي، ولا ان اونترينور يعني اللي يجيب لك لي تيتر. كاين دي بروفايل دو شاك اونترينور، لو بروفيل نتاع الاونترينور اللي غتجيبو كما قلت قبيله حتى المنتخب دابا خصنا نعرفوا اين مرحله، ونعرفوا المدرب اللي نحتاجوه لهذه المرحله. نعم يعني سمح نروح لكيفاش بانه حتى هذا المكتب الجديد، اعتقد حنا دائما كنتحدثوا على المدرب، الانديه خصها تحمل مسؤوليتها في البحث عن مدرب جيد اللي عنده يعني ان بروجي واللي غادي يمشي بالفريق، ولكن ما شاهدنا هذا الموسم مدرب في هذا الفريق، الاسبوع الجاي في هذا الفريق، اقاله هذا المدرب، لا جوج دورات مشى هذا المدرب، هذه اشياء اكيد لا تشرف يعني السمعه ديال كره القدم الوطنيه. واغلب المشاكل اللي كتعاني منها جوج الانديه الوطنيه هو المشاكل التقنيه. اولمبيك خريبكا على المستوى المالي ما عندها استقرار، نعم. لان كاين دعم ديال مؤسسه وطنيه، ولكن ذاك النوع ديال الخبره اللي كانت كتحلى بها فريق اولمبيك خريبكا على مستوى التسيير ما بقاتش، وبالدليل الخسران ديالهم جوج المقابلات يعني باعتراض. ملاحظه اخرى بالنسبه لاولمبيك خريبكا هو ديك المدرسه الوطنيه، المدرسه الرياضيه اللي كانت عندهم والفئات الصغرى كانت كتعطي لاعبين ولاد المنطقه،
ولاد اولمبيك خريب قال المدارس ما بقاش كتعطي هذه المدرسه، وبالتالي ولا التسابق في جلب اللاعبين. نعم. وهذا التسابق في جلب اللاعبين مشكل اساسي بالنسبه للانديه. نعم. علاش؟ لان اغلب الانديه الوطنيه وحتى على المستوى الفريق الوطني ما كاينش اداره تقنيه اللي كتكلف بجلب المدرب وبجلب اللاعب. نعم، وهذا الفراغ التقني هو اللي كيخلي على مستوى جلب الانديه. نعم. الوطنيه.